والله الحمد لله. يشاهدها العالم الذي يقول انه متحذر ولكنه يقتل كل يوم مئات من الاطفال ويهدم البيوت. شعبنا عربي وشعبنا واحد وسننتصر ان شاء الله. سننتصر. أما أن ننتصر أو نستشهد ولا مكان للخونة بيننا ولا مكان للعملاء ولا مكان لأي كان يتعامل مع هذا العدو الذي قتل الآلاف ويقتل المئات كل يوم من الأطفال والنساء ويضرب كل مستلزمات الحياة بتواطؤ مع العواصم التي تقول أنها تعني حقوق الإنسان. كيف يشاهد العالم كله اليوم؟ كيف يشاهد العالم كل هذه المتابعة؟ أنا مع أبناء شعبي ورغم هذا الموت لأننا نحن أما أن نعيش أحرارا مكرمين وأما أن نموت شهداء أعزاء ونلتقي إلى الله ما في أعلى عليين. السلام عليكم. السلام عليكم. كل مرات تحيا تونس. وعاشت فلسطين حرة. كلمة الشعب. وعاشت تونس. عاشت تونس حرة مستقرة. عاشت تونس حرة مستقرة. عاشت تونس حرة مستقرة. ربي يحميك. ربي يحميك. ربي امين. امين. مستقبل زاهر. ربي يحميك سيد الرئيس. بنات الكثافة السكانية في العالم. لا لا لا. وما فماش نقل. والله صباح اقسم بالله عليك. لا بيت مشي ذكرى، لا بيت مشي ذكرى. بركاسيت يا سيد الرئيس. بركاسيت للنساء قصر الحاكم. ولي ما عندوش سيارة ما تقدرش. تكسير ما فماش، لا تكسير. سيد الرئيس بركاسيت. والأدوية لازم تكون فعالة، إذا ما تكونش فيها المواد الفعالة منقوصة. اللي لازم دواء دواء، مش دواء نصف دواء. كما يحسن. وضعية متاع بؤس وفقر معنا أكثر. يلزم نلقاو حل جماعي. راهو الحل الفردي ما وصلناش. إن شاء الله نلقاو الحل الجماعي في أقرب الأوقات وقت يسترجع تونس أموالها ونحيو الناس اللي قاعدة مستولين على الثروات متاع تونس. إن شاء الله. إن شاء الله.